اوقاتكم مشاهدينا ومشاهدي قناه أوجيريت بالحقيقه لا زال العمل التطوعي باوجه خاصه في الظروف التي تعيشها البلد ونحن نحن استقبلنا في حلقات سابقه العديد من المبادرات الشبابيه ومنها مشروع درب وكثيرا ما اطلعنا على الاعمال التي قام بها هذا المشروع سواء باللاذقيه او حتى بريف اللاذقيه اعمال كثيره نود ان نسلط الضوء عليها في هذه الحلقه مشاهدينا مع متطوع جديد يمكن هذه اول مره هو بيظهر على شاشتنا ونحن كثير بيسعدنا نستقطب اكبر عدد من المتطوعين لنعرف الشباب باهميه العمل التطوعي واهميه يكرس الانسان وقته بشيء مفيد يخدم الوطن يخدم اخوه الانسان بالانسانيه وبالوطنيه بالحياه اسمحوا لي رحب مشاهدينا بالمحامي عصام ابراهيم متطوع بمشروع درب سعد اوقاتك أستاذ سهل. اهلا وسهلا أهلا فيك. فيك بالبدايه خلينا نحكي عن طبيعه عملك بمشروع درب مشروع درب هو عمل تطوعي عباره عن مجموعه من الشباب الواعي اللي بيعرف حاجه الوطن لاله فهو من خلال المبادره اللي صارت مشروع درب تطوعنا فيها وشغلتي كمتطوع من الاقدميه بمشروع درب ممثل مشروع درب بالواقع يعني انه من الفعالين بمشروع درب اهلا وسهلا بحضرتك طب نحن عم نحكي عن الفعالين يعني والعمل التطوعي يجب ان يكون عمل فعال كيف تقيم هذه الفعاليه هلا فعاليه مشروع درب من, من ارض الواقع عم تشتغل يعني ف الاستمراريه بالعمل أهلا. المتابعة هي اهم شيء بالعمل التطوعي يعني انه مثلا بدك تتبنى فكره فلازم تكفي فيها فالاستمراريه بالعمل هي اهم شيء بالعمل التطوعي ونحن مشيانين على هالخطة اذا الله راد يعني طبعا نعم ان شاء الله هلا حضرتك عصام محامي, محمد. عم تمارس مهنه المحاماه عم تمارس مهنه المحاماه نقابه فرع اللاذقيه هون الله يعطيك العافيه الله يعطيك. آه طبعا أنا هدفي من السؤال انه هو المشروع يتضمن الكثير أيه. من الشباب أيه. الفاعل بالمجتمع وكل حدا له شغله لكن يعني ابى ان يبقى بدون عمل طبعاً. تطوعي أكيد. وهو جزء من انسانيه اي شخص فينا شو اللي دفعك للمشاركه بالمشروع لانه دل... كجيل شباب فالمفروض منا وطننا بحاجه لنا فاي شيء فينا يقدمه الواحد لحتى يخدم بلده فاكيد ما لازم يقصر، ففي عنا بمشروع درب الدكاترة، المهندسين، المحامين، اساتذة حتى طلاب الجامعات وفي بعض طلاب المدارس. <applause> فأي شيء فينو يقدم لبلده بخدمة البلد، التطوع مجاله كتير واسع، أي شيء بيطلع بفكره البني ادم فالمفروض يطرحه بمجال التنفيذ لينتج عنه مبادرة خيرة ومنتجة للبلد. نعم بالتاكيد، هيدا أيه. العمل التطوعي ممكن يتعارض مع عملك كمحامي؟ هلا هو عندنا بمشروع درب العمل الخاص اولا والتطوع ثانيا، مه. فنحن ما في معارضة بين العمل التطوعي وال والعمل الخاص، فبشكل عام يعني هو الواحد قادر انه يفرغ وينسق بين عمله، نحن كمهنة محاماة في اي زميل ينوب عن عننا بحضور الدعاوه وتمثيل مم. القانوني فاكيد ما بتتعرض ابدا يعني طيب صار شي مره فضلت عصام يعني شيء فعاليه بالعمل التطوعي يعني عن شغلك بالمكتب اكيد أوه. انا كشخص دائما بفضل مشروع درب عن العمل الخاص لانه بحس في شي من شخصيتي انا كفرد مم. العمل التطوعي بحس انه واجب علي اكثر من عملي الخاص فكتير بنبسط لما اللي بفضل عمل التطوع على العمل الخاص طبعا. <applause> طب لهيك خلينا نحكي شوي عن طبيعة <applause> الأعمال يلي عم يقوم فيها هذا المشروع هلا مشروع درب عبارة عن ثلاث أحرف <applause> دعم رعاية بناء <applause> دعم أسر الشهداء رعاية جرح الجيش وبناء الإنسان والحجر <applause> هلا هو الشق الثالث من من درب البناء هو العنصر الأساسي والفعال لما بعد الازمه بسوريا. فدرب دعم ورعايه عم نشتغل فيه على ارض الواقع بالاضافه لتفعيل دور بناء بالمجالات الممكنه يعني طبعا اسر الشهداء جرح الجيش هن المحور الاساسي كشغل كمشروع درب. طبعا ما بنغفل عن المجتمع المدني لانه كثير المجتمع المدني متضرر من الازمه مثل عناصر الجيش العربي السوري. الاولويه عندنا للجيش السوري فبعدين اتجهنا للمجتمع المدني كونه متضرر وشو في مجالات لاي مساعده منقدمة طبعا بالاضافه لأ مؤخرا اتجهنا لاطفال السرطان. نعم كونه بتعرفي الامكانات البلد محدوده نعم. فا اي شيء فمثلا متبرعين قادرين انه يتبرعوا لاطفال شو السرطان نحن بنساعد بهذا الموضوع كمان نعم طب خلينا نحكي بكل جانب, جانب. على حده اشتغلتوا مع الجيش للمجتمع المدني, المدني. ايضا وايضا لاطفال السرطان كل جانب بحكي عنه شوي شو الاشياء اللي تقدمت لكل حدا طبعا هلا دعم اسر الشهداء هي عباره عن تكريم لاسر شهداء منزور أسرة شهيد منقدم معونات مادية طبعا حسب الإمكانات تبرعات شوي أنه محدودة مم. بالإضافة للتعاون مع البطريركية كمان كتير عم تقدم خدمات وتساعد صارت السنة الماضية أنه سجلنا أطفال شهداء بمعاهد تعليمية طبعا مشكورة المعاهد اللي ساعدتنا كمان أنه قدمت حسم ولو بسيط يعني ونحن تكفلنا بالمبلغ الباقي جرح الجيش طبعا كمان بالاضافه للمعونات الماديه عم نعمل عمليات جراحيه حسب الامكانات المتوفره طبعا ومتوجه بشكل للمتبرعين اللي كتير عم يتعاونوا مع درب بشكل منيح يعني طبعا نحن بنعرض حاله العمليه على شخص فهو بيتبناها من بتفاصيلها بيكون بالتنسيق بيننا وبين الشخص المتبرع يعني. آه بالاضافه لاسر آه اسر وشهداء وجرحى الجيش آه طبعا اطفال السرطان آه لهم حق علينا فالمفروض من اي شخص آه فينه قادر يساعد باي شيء انه يقدم المساعده ولو بشيء بسيط يعني طبعا بالاضافه للمجتمع المدني طبعا المتضررين من <applause> من الانفجارات النازحين <applause> المهجرين هذول يعني العمل الاغاثي الاغاثي طبعا كله كله له حق علينا فنحن من واجبنا انه ما نهمل هذا القسم من المجتمع فالمفروض اي شخص يكون يعمل متساوي نعم. بالاضافه لتفضيل الجيش يعني نوعا ما لانه هو الحامي <applause> للبلد طبعا بالتاكيد يعني هذا واجبنا جميعا انه نقف يدا بيد بالحقيقه مع الجيش السوري طبعا <applause> لكن أنا بدي اسأل سؤال، طبعًا. يعني هلا كثير بيقولوا لنا مثلا ممكن هذا اتهام ما بعرف أنا دوري وصله وأنت عليك ترد يعني. يعني بشكل عام بيقولوا لك المجموعات أو المبادرات الشبابية أو حتى اللي نشأت يعني من رحم الأزمة خلينا نقول أوقات آه مثلا لما بيزوروا أسر الشهداء طبعا هي الدولة عم تقدم يعني واجبها تجاه أسر طبعًا. الشهداء، طبعًا يعني. لكن نحن كمجتمع أهلي بيقولوا لك أنه مثلا بيجوا بيتصوروا معنا وبيروحوا أو ممكن يجوا يقدموا مثلا هيك شيء رمزي او هيك يعني شو هلا عن هو هيدا الحكي او أنتوا بهالمجموعة المجموعه صار هيك شيء مثلا انتقاد, انتقاد نسمع لهذا العمل نسمع هذا الحكي من من خارج درب يعني انتقادات لمجموعات تانية نحن نعم. الحمد لله لحد هلا فما في اي انتقاد لنا نحن لما بنطلع لعند اسره شهيد او اسره جريح المتابعة هي أهم من أنه مثلا تطلعي مرة واحدة وما عاد تتواصلي مع أسرة شهيد أو جريح الاستمراريه بالعمل التواصل المستمر مع اسره شهيد آه بدل طب هذا التواصل كيف عم بيكون على اي آه اساس آه على اساس مثلا في تليفون نحن يعني انه يعني شو عم بتقدموه لاسره الشهيد الشهيد عم قلت نحن حسب امكانياتنا طبعا هلا بدايه مثلا شهاده تكريم مع مبلغ مادي بسيط مم. آه ممكن يكون يجينا معونات ثياب آه آه مثلا آه ممكن يجينا معونات آه فرشات آه بطانيات او مم. هالامور هي يعني مم. عده مطبخ عده منظفات يعني هي كلها من بنقدمها لاسره الشهيد يعني حسب الامكانيات طيب انا بس بدي اسالك عصام وقت اللي عم تقول انه بيجوكم معونات وانتم بتوزعوها على اي اساس بيتم هذا التوزيع؟ طبعا حسب الحاجه نحن مثلا عندنا حالات حالتين ثلاثه انه وضعهم المادي صعب شوي ممكن انه متاخرين لينزلوا على مكتب الشهداء لتحصيل حقوقهم او او اي شيء ثاني فنحن من هالمبدا نحن بنساعد لحد ما انه يوصل لحقه اسره شهيد سواء او جريح ممكن مثلا جريح يكون عنده نقص بال بالادويه او او الادوات الطبيه يعني طبعا نحن متواصل مع مستودعات ادويه او هيك شيء بيعملوا حسومات على الاسعار حسب الحاجة نقدمها للجريح طبعا بالإضافة للتواصل المستمر يعني سؤال حدا عن أي جريح أو أسرة شهيد أو طفل من اطفال الشهداء طبعا هذا شيء ضروري وواجب انساني يعني طبعا هلا هو بالتاكيد وهي معنوياتهم عاليه طبعًا وانا أكيد. ما عم اتهم جهه او ادافع عن أكيد جهه أهلا. لكن بنفس الوقت يعني كمان الجريح اوقات بحاجه لمتطلبات لسه اكثر من السؤال عنه أه طبعا فيعني في هيدي المجموعه اذا هي اسست لحتى تدعم, تدعم هذا الجريح او طبعًا. تدعم اسره الشهيد فيجب ان يكون الدعم على قدر يعني هذا التاثير أه أه طبعا اكيد يعني هلا نحن الشهيد أه أم لما اللي بنزور اسرته او عم قلك انه الاستمراريه والتواصل الجريح طبعا نحن المعالجه الطبيه مستمرين فيها على الحالات اللي نحن عندنا إياها مثلا نحن في بالارشيف عندنا كل شهيد اسره شهيد زرناها كل جريح من, جر من ابطال الجيش السوري مقيد عنا طبعا بين الفتره والثانيه بنحكي تليفون معه <applause> انه مثلا الادويه هسه في لزوم لنجددها <تصفيق> <تصفيق> في الادوات الطبيه انه مثلا في حال كراسي شلل رباعي او عكازات او هالامور هي فبحاجتها انه للتجديد لل أنه الأدوية إذا احتاجها مرة ثانية فأكيد آه نحن جاهزين وحسب الإمكانات طبعاً. نعم، طب عصام هو سؤال ممكن يتبادر لذهن أي حدا من اللي, اللي عم بيشوفونا هلا هذه آه المساعدات أو المعونات طبعًا. اللي عم تقدم لكم هي على أي أساس تقدم لكم كمشروع؟ هلا هي بتجينا نحن على أساس متبرعين. أنا يعني خارج الشؤون الاجتماعية؟ آه هلا ع... عناصر من المجتمع أكيد نعم. ما في خارج الهي في عنا مثلاً شخص متطوع بدرب مقيم بدبي فلما اللي بتصير انه عندنا حاله عمليه لجريح بتكلف مثلا بحدود مبلغ محدد من المال ممكن نحن نتواصل معه ونقول له انه هيك هيك الوضع فممكن هو قادر انه يامن هذا المبلغ او مثلا نحن بننزل حاله جريح بدون ذكر اسماء طبعا على الفيسبوك طبعاً او اي موقع تواصل <applause> اجتماعي خاص بدرب <applause> مننزل الحالة وانه بصير المتبرع يحكي مم. معنا انه انا بتكفل مم. بهيدي العملية. حلو. طبعا بضل التواصل والتنسيق مع مم. المتبرع ومع الجريح ونحن بحالات كثيرة طبعا حلو. المتبرع بنعطيه رقم الجريح ليطمن عنه مم. يشوف انه مثلا اذا التبرع تبعه عم يوصل مثل ما الهدف اللي هو مم. الغاية منه. طبعاً. آه يعني المصداقيه هي اهم شيء بين كتير. المتبرع والمشروع درب مع الجريح او اسره شهيد يعني تمام جميل جدا هذا الكلام وانا هون بدي اسالك هذا النبض السوري بالخارج يعني قد مهم حتى لو ما تبرع يعني بكامل مبلغ او حتى يعني لو ما تبرع هذا الشخص المغترب يلي عم يوصل رقم تليفون الجريح وعم يدق لحتى يطمن عليه ويتواصل معه هذا النبض السوري كمان هيدا لحاله بالحقيقه انجاز يعني أكيد زادوا آه كتير مهم كثير مهم على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي هلا المشجع بيشجع بالموضوع انه ال الشاب السوري او الامراه السوريه المغتربه آه عم تحس بال بالشارع السوري آه سواء على تواصل آه عن طريق تليفون او عن تواصل طريق آه تبرع يعني انه فلما حدا بيحس باخوه السوري آه اكيد هذا شيء كبير وبنعتز فيه يعني السوري بعد اللي بيطلع من سوريا ما انه نسي سوريته او آه تبرى من بلده آه ممكن يكون هو بغايه يعني انه آه عمل عمل او تجاره او دراسه يعني, آه. يعني انه ما ضروري انه الشخص السوري بس طلع من سوريا انه آه خرج عن اطار آه بلده ووطنيته آه. طبعا آه. آه بالعكس كتير عم نشوف مواقف كثير بنفتخر آه فيها آه من اشخاص سوريين مغتربين سواء تغربوا ضمن الاحداث او آه قبل الاحداث بزمن فهي المواقف كثير بتشجع وبتعطي دفع لانه الشباب السوري يتطلع نحو سوريا للمستقبل طبعا للنصر ان شاء الله خيوطه واضحه فنحن عم نتطلع لبناء سوريا ما بعد الاحداث ان شاء الله رب. نعم ان شاء الله آه هلا انا معي بالحقيقه هون كون ايوه. نحن عم نحكي عن الجرحى والشهداء ايوه. معي بعض الصور عن نشاطاتكم إذا فينا نستعرضها على الكاميرا، هيدي أحد النشاطات يا نحكي عنها شوي. هلأ نحن بشكل مستمر زيارات م -م. لأسر شهداء متواصلة م -م. ومستمرة. م -م. طبعاً من بداية تأسيس مشروع درب م -م. لحد لحد الآن ما بفوتنا إنه أربعة أيام لحد العشرة أيام إنه نعمل جولة م -م. لخط سير على فرض نأخذ خط جبلة أو خط القرداحة أو خط مشقيتا يعني م -م. حلو. حسب الوضع فنطلع بنكرم اسر شهداء من وطبعا بغض النظر انه سواء الجوله لاسر مم. تكريم اسر شهداء أيوة. او لتكريم جرحى الجيش هذا التكريم كيف بيكون طبعا نحن عم قلك عنا ارشيف كامل مم. فنحن بالتواصل مع مع الفرق الحزبيه بالتواصل مع مختار الضيعه مم. اللي طبعا اللي احنا بدنا نطلع عليها بخبرنا عن حالات بحاجه مساعده ولو انها كانت رمزيه بحاجه وقفه وقفه اخويه يعني يعني مو الحكي بس شهاده او لا بس طبعا اكيد هلا هو بالاضافه للشهاده في مبلغ مادي <applause> او في شيء يعني انه بحاجته يعني <applause> طبعا بعد يعني ما بنطلع بدون ما نتواصل مع حدا من اقرباء الشهيد <applause> او من مختار الحاره او <applause> الضيعه يعني فبخبرنا هو عن يعني حاجاتهم او هيك شيء فبنطلع نحن من بنلبي من الواجب يعني وكمان برجع بتوجه بشكل لكل المتبرعين بالتأكيد. سواء من الشام من الشام من اللاذقيه من المغتربين يعني السورية. فعلا يعني انا برجع وبقول انه هن الشهداء يلي قدموا أغلى, اغلى ما, ما لديهم عندهم. هم طبعاً. لا ينتظرون مقابل أكيد. من احد بالحقيقه ونحن ما عم نطلع ونشوفهم نحن نستمد المعنويات منهم يعني, يعني بالحقيقه آه آه. آه. لكن هذا انا بقول لما نحن بنحكي عن هذا الشيء فهذا مثل واجب وطني واجب تقديرا للشهاده و لاهل الشهيد اهل الشهيد طبعا أب وام شهيد او ابن شهيد هو أب اب وام لكل شخص سوري نعم. طبعا وكلنا ابنائهم يعني واجبنا انه نزورهم ون ونحترمهم يعني ونقدم بتأكيد. شو اللي فينا كمان زي. انا شايفه بهيدي الصوره عمل جماعي معين هو لمشروع درب خلينا لمشروع درب. نحكي عنه شوي آه هي الطبخ لعناصر الجيش العربي السوري بالجبهات مم. والمناطق الساخنه آه طبعا هي كانت بشكل مستمر يعني انه كل آه يوميا بالايام الح... حسب الحاجه يعني طبعا نحن كمان بالتواصل مع قوات م. الجيش ب... بالمناطق الساخنه انه شو في بحاجه كنا نعمل وجبات طبخ يعني طبعا من م. العناصر مشروع درب هن م. اللي يطبخوا ونعملهم بايدنا يعني طبعا ونوصلهم للجهات المعنيه على المناطق الساخنه م. سواء بكسب او بسلمفه او هلا حاليا يمكن حتى وقت الافطارات الجماعية, الجماعيه اللي كانت طبعًا تصير بشهر رمضان يعني المفروض مننا من نحسس العسكري او اي عنصر بالجيش العربي السوري انه نحن معه قلباً وقالبا، <applause> آه اي شيء بيحتاجه نحن محتاجينه، <applause> فالمفروض ما يحتاج شيء لانه هو حامي بلدنا وحامي ارضنا وعرضنا طبعا، فالمفروض مننا من انه نحن نكون هيدا شيء اقل شيء بنقدمه لحتى الواحد يعبر عن شيء انه وطنيه او اي شيء بيخدم البلد طبعا نعم بالتاكيد هيدي آه حمله آه تبرع بالماء, بالماء. بس يمكن هيدي قديمه شوي حمله آه عطشنا واحد هي ما بالمرحله الحاليه هي بالمرحله السابقه لما اللي انقطعت المي عن حلب آه فكونه انه كل شخص بسوريا آه هو ابن سوريا فعبرنا ولو بشيء بسيط يعني انه مثلا بعثنا آه صناديق مي لحلب لنبين لهم أنه نحن أخوة نا. وأي شيء بيصير عليهم بيصير علينا مم. وبالنهاية أنه الشعب السوري إيد واحدة فمفروض نكون قلب واحد طبعاً بالتاكيد هلا حسب متابعتكم وحسب اعمالكم قد ايه هيدي الحمله يعني عطت نتائج او اثر يعني ممكن بعض الناس يقولوا لك شو تبعتوا شاحنتين ولا ثلاثه ولا عشره شو بدك بغض النظر عن كمية يعني انه كيف كانت النتائج نتائجها كثير كانت ايجابيه وكثير اخذت صدى يعني انه حسستوا للشخص الحلبي انه ابن اللاذقيه انه معك انه بعطشك يعني هي الحمله كان عطشنا واحد <applause> يعني عطش ابن حلب فالمفروض ابن الساحل او ابن الشام يحس فيه فمن هالمبدا هيدا انه بعتنا يعني بغض النظر عن الصدى اللي أخديته فلاقت كثير شيء ايجابي من اهالي حلب <applause> يعني انه نحن بالنهايه لما اللي عم نحكي انه الشعب السوري ايد وحده فمو بالحكي بس بالفعل فلما اللي بعتنا المي كمان يعني انه صاحب جوز انه ما كفت لكل حلب اكيد يعني قسم قليل اللي استفاد منه بس كانت ايجابياتها اكثر من اي شيء ثاني طبعا بالتاكيد بالتاكيد آه كمان معنا هون نشاط اخر كان طبعاً لدرب هي تبرع بالدم هي حمله مستمره يعني من تاسيس درب لحد الان ايوة انقذ روحها بقطره من دمك <applause> آه هي بالتواصل مع بنك الدم <applause> إيه <باللادقية> هون <applause> آه فنحن لما بيكون في عناصر من الجيش او المشفى العسكري او المشفى الاسد او الوطني <applause> بحاجه لدم فبنعمل حمله من مشروع درب طبعا من عناصر مشروع درب بالاضافه لاشخاص آه بتواصلوا معنا دائما على مواقع التواصل <applause> او على التليفون طبعا آه فبننزل نتبرع بالدم حسب الكميات حسب الحاجه فلانه بالنهايه كمان اي دم بسوريا هو دم للجيش العربي السوري طبعا، يعني بتأكيد. عم يفدينا بدمه فالمفروض نحن نتبرع له بدمنا كمان طبعا. <applause> كيف بتلاقوا تجاوب المجتمع مع هيك حملات سواء التبرع بالدم ام التبرع بالماء يلي صارت حتى المطبخ الميداني الميداني طبعا كيف بتلاقوا تجاوب المجتمع بشكل عام كتير كثير في انسجام من المجتمع المدني، نحن طبعا بسوريا قبل الاحداث التطوع كان فكرته مانا واضحة عند المجتمع المدني <applause> طبعا نتيجة الأحداث هو المفروض المواطن بشكل عام من لما بيوقع الدنيا يتثقف بثقافة التطوع فالتجاوب اللي كان أنه مع العلم أنه الخبرة بسيطة بالتطوع بالمجتمع السوري إلا أنه التجاوب كان كتير فعال <applause> يعني لما اللي حدا مدني ومانه بمشروع درب يسمع أنه عم نطبخ مثلا اليوم للجيش العربي السوري سواء إذا ما قدر يجي كان يبعث شيء يعني إنه عفرض كيلو رز أو مثلاً فروج أو أي شيء يعني إنه عم يساعد آه التبرع بالدم كمان كثير عم تتفاعل معه العالم وتندفع يعني اندفاع آه حتى التبرع بالمي يعني إنه كان شخص إذا إمكانيته يقدم بس صندوق مي كان يجي يقدمه فكتير كانت الإندفاع وال بهالموضوع هذا كثير إنسجامي بالمقابل ثقافه التطوع ولردف العناصر الشابه توعيتها بالمجتمع المدني اكيد كمان مهم على مستوى المجتمع طبعا بالتاكيد رغم انه مجموعه درب بعرف انه في كثير من المتطوعين هن اطباء اطباء يعني هن ممكن فيهم يشتغلوا بهذا آه المجال الطبي او الصحي آه يعني شو فيهم عم يقدموا ما عم يقصروا يعني فهلا اي عنصر بدرب سواء شو ما كان مهنته <applause> طبيب مهندس طالب جامعه محامي بقدم حسب امكانياته <applause> يعني ممكن طالب الطب عندنا كذا طالب طب يعني انه متطوعين بمشروع درب ممكن انه كمان يساعدوا بهذا الموضوع كمن حاله الإسعافية او طرق العلاج مثلا بنزور أسرة أسرة مدنية يعني متضررة من, من أي تفجير أو فممكن إنه يساعدوا بطريقة علاج أو أي شيء تاني نا. بالإضافة لأنه مثلا ممكن تصير زيارات لأسر نازحين طبعا الانخراط بالمجتمع هذا شيء كتير ضروري بالنسبة لعائلة نازحه من من حلب من ادلب من اي شيء تنخرط بالمجتمع اللي هي صارت عايشة فيه من باب أنه كل العالم أخوة السوري وين ما نوجد المفروض يلاقي دعم من اخوه السوري بالمنطقه اللي هو فيها طبعا بالتاكيد حلو هذا الثقافه وهذا المبدا يلي عم يصير عليه الناس بشكل عام بالحقيقه مو بس بمشروع درب طبعا اكيد يعني طبعا كل الناس خير وبركه يعني نحن بنحكي عم نحكي عن حالنا بس في كثير جهات يعني جزء عم تشتغل من هذا النسيج طبعاً. يعني نحن يعني ما ما عم نحكي انه نحن لوحدنا عم نشتغل بهذا الموضوع بالتأكيد. في كثير جهات معنيه يعطيهم العافيه يعني بنتوجه بالشكر لاي مجموعه تطوعيه او اي جهه انسانيه عم تشتغل بهذا الموضوع لانه كله بالنهايه واجب على اي مواطن سوري يقدم اي شيء فينه يقدمه لبلده طبعا بالتاكيد أم طيب هذه الثقافه اللي انتو عم آه. انتم عم تصيروا عليها انه وانتم يعني جزء من هذا النسيج الاجتماعي من خلال عملكم ايضا بمشروع درب آه. هل تطور عمل او اداء عمل المشروع من تاسيسه لحد هلا سواء بعدد المتطوعين الرغبه يعني بالناس انه ينضموا لمشروع درب طبعا. او حتى باليه العمل او حتى اي عمل مثلا بيكون في ثغرات بالبدايه آه أكيد. كان آه. تقوم يعني مع الاستمراريه طبعا. بالعمل أنتو هذا الشيء متنبهين له أو هلا طبعا هو الوضع الحيطه والحذر دائما باي نا. موضوع بيشتغل فيه آه هلا اكيد درب بتطور من من تاسيسه لحد هلا يعني لما اللي نجي ندخل بفعاليه آه مثلا على فرض نكون تنظيم لها قبل يومين او ثلاثه مم. مثلا آه ونحن متعودين على المفاجات يعني طبعا دائما جاهزين لاي شيء آه بس بغض النظر لما بدك تيجي تنظمي فعاليه اكيد بصير في إلى دراسه بصير في إلى آه آه اي ابعاد آه اهداف قريبه وبعيده آه مثلا مثل فعاليه الحياه اراده فعاليه الحياه اراده هي عباره عن آه 25 آه 20 ل 25 جريح آه بعانوا من ابطال الجيش العربي السوري طبعا بعانوا من حالات بتر وشلل آه فهي بنجيبهم لهدول نعطيهم فتره نقاهه خمسه ايام اقامه مثلا على بالمرديان مع معالجه نفسيه معالجه فيزيائيه باشراف اطباء ومختصين طبعا للمعالجه الفيزيائيه وال <applause> فاي فعاليه مثل هاي بهالضخامه هاي طبعا فالمفروض يكون في تنسيق المفروض يكون في دراسه لابعادها <applause> دراسه لاي تصرف نحن لازم نتصرف <تأكيد> بال طبعا نحن قبل ما نعمل لهاي الفعاليه فكنا مع مدربين مختصين اعطونا النصائح اعطونا تصرفاتنا كيف المفروض تكون مع جريح أه والحمد لله كانت كثير نتائجها أه فعاله واخذت صدى كثير واسع طبعا غيرت بنفسيه الجريح أه من يوم اللي دخل بالمرحله الاولى بالساعات الاولى بالفعاليه ثاني أه يوم تغيرت الثالث الرابع يعني لما اللي طلعنا من الفعاليه باخر يوم أه عملنا الوداع تبع الفعالية كتير كانوا مندمجين يعني إنه فالواحد لما بيشوف شخص مصاب مثله وبيقعد بيعيش معه خمسة أيام بيصير في خلطة بينه وبين الشخصين طبعا صار في تواصل يعني نحن عم نتواصل معهم لحد هلا في أشخاص تعرفت على بعض عم تزور بعض كعائلة م -م. كأشخاص بنفس المجال إنه مصابين أو طبعا بالإضافة لمعالجة الفيزيائية كانت بالفعالية وهالموضوع نعم. فطبعا هيك فعالية بدها تخطيط بدها دراسة. دراسة طبعا فنحن كمشروع درب أي شيء بدنا نعمله فبيكون عندنا دراسة مسبقة له بالاضافه للتجهيزات اللازمه للموضوع هيد. نعم آه انا بدي اسال هيدي الحمله آه نحن ما كثير عرفنا فيها يعني ضوينا نطلع عليها آه طبعا و... ان شاء الله بعد من هون لشهر شهر م -م. ونص فعاليه الحياه اراده اثنين آه نتيجه الصدى اللي اخذته وال... والايجابيات اللي م -م. قدمتها للاشخاص وال... وابطال الجيش ان شاء الله رح نعملها الموسم الثاني ففتره قريبه اذا الله ان شاء الله فبتكون ان شاء الله بتغطية بالتاكيد لكن موضوع هذه الفعاليه الحياه, الحياة إرادة, إرادة يعني, يعني انتم شفتوا اشخاص تعرضوا للبتر للشلل موضوع هذا الموضوع ليس بارادتهم بإرادة طبعا, أكيد, نحن نتمنى الشفاء العاجل لكل اكيد لكل الجرحى بالحقيقه المدنيه طبعا بالتاكيد أنتوا انتم قدمتوا شيء من المعالجه الفيزيائيه او حتى المعالجه كان في عنا اللي مترافق طبعًا العلاج لكن في انواع اخرى او مستلزمات اخرى أنه صار هذا الـ يعني الجريح هو صار يعني عاجز ما في يعني يكون آه بعمل ممكن معين او هيك انتم بتاخذوا يعني بحسابكم هيك موضوع انه تدرسوا تعملوا دراسه لوضعه آه مساعده معينه هلا طبعا نحن قبل ما نجيب اي شخص لهاي الفعاليه بنعمل آه عنه دراسه انه شو آه كيف كانت حياته قبل مشان نشوف كيف نتائجها بعد بنشوف آه نحن تواصلنا مع كذا مؤسسه لزرع الاطراف وهالموضوع آه فكمان المؤسسات كثير ابدت استجابه للموضوع آه لزرع الاطراف طبعا ارقام الجرحى كلها صارت مع المؤسسات وصار في تواصل بيناتهم يعني والمؤسسه اذا ما كان في مجال هون كانت تطلع على لبنان او على اي جهه تانية انه بغرض انه تساعده على المعالجه <applause> طيب كذا حالياً يعني نحن متابعينها الحمد لله انه صار وضعه منيح صار حالات بتر اطراف يمنى او يسرى بالاجرين او بالايد تركبت وعم يمشوا تقريبا عم يمارسوا حياتهم الطبيعيه <applause> في حالات شلل كمان كانت نتيجه المعالجه نتيجه خروجه من قوقعه انه ما بقى انفع بالحياه فعاليه الحياه اراده اعطيته امل بالحياه طبعا فصار نتيجه المعالجه يتطور ويتحسن والحمد لله في عدد من حالات الشلل يعني انه صار قادر انه يمشي. حلو فيعني انه الواحد لهالفعاليه كثير كان صدى كبير وحلو مم مم. آه ويعني مو عنا عند الجرحى بالتاكيد فنحن كمان اي شيء بمستلزماته كنا طبعا ضمن الفعاليه ادويه هاي كلها كانت متكفل فيها درب وما بعد الفعاليه كمان تواصل مع المؤسسات الراعيه لانه زرع الاطراف الصناعيه او الموضوع هيدا يعني. يعني تم معالجه حالات زرع بعض الاطراف. معظم الأطراع. الحالات يعني ما تم طبعا حالة؟ اكيد مم. يعني والاشخاص دل... موجودين وعم نتواصل معهم بشكل مستمر صاروا من ال... وحتى في شخص من الحياه ارادي واحد بعد اللي خلصت وزرع طرف صناعي يعني انه صار عضو من اعضاء درب حلو. يطلع معنا عند زملائه أبطال الجيش السوري طبعا لما اللي بدنا نكرم لما اللي بدنا يقعد معه يفهمه يعني انه يعني صار, صار عنده خبره حلو. حالته النفسيه كثير كانت ممتازه يعني انه حلو. يعطي الامل لاي شخص بحاجة طبعا إن شاء الله يعني. بس أنا بدي أسأل يعني الوضع المعيشي لأسر هدول الأشخاص أيوه؟ سواء كانوا من جرح الجيش أو, حتى, أو حتى من المدنيين يعني أنه تعرضوا يعني لحدث معين نتيجة أيوه؟ تفجير معين. معين نتيجة أعمال إرهابية نتيجة نزوح نتيجة تهجير أكيد أو حتى أنا أكثر شيء يعني بقصده موضوع الأطراف وهيك أيوه؟ بيتخذ الوضع المعيشي للأسرة أنه تتساعد طبعًا. الأسرة يعني نحن يتامن عمل بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية في هلا نحن لسه ما صار تواصل تواصل مع مؤسسه تابعه للدوله ليش طبعا ليش ما بيصير تواصل؟ هلأ ممكن انتم نحن... انتم سند بالاخير طبعاً للدوله أكيد. يعني عم نحن عم نحاول بقدر الامكان يعني طبعا صارت كذا حاله انه نامن شغل نامن شغل خاص لحدا ب... بال... يعني من الاشخاص اللي عم نتواصل معهم طبعا آه نحن ان شاء الله بصدد الترخيص بعد الترخيص ممكن يصير تواصل مع مديريات مع مؤسسات م -م. آه طبعا هو مثل ما نمشي ضمن القانون طبعا بقانون العاملين في تخصيص 4% تقريبا من عدد الموظفين لذوي الاحتياجات الخاصه طبعا فينا نحن نعتبر انه واحد مبتور اطراف او هي من من هدول المفروض اللي نشجعهم على الفعاليه بالمجتمع المدني فان شاء الله بالمراحل القادمه ممكن انه نتواصل مع مؤسسات ويصير هذا الشيء يعني طبعا تامين فرص عمل او تلبيه حاجات ل اشخاص بحاجه يعني طبعا ان شاء الله اكيد بنتامل هلا خلينا نحكي عن اهدافكم المستقبليه طبعًا. شو في اعمال عم تحضروا لهلا بمشروع هلا في دل... عندنا يعني فعاليه الحياه اراده يعني هي ان شاء الله عم من حياه اراده اثنين آه ان شاء الله بنطلعكم لاحقا على موعد بس يتحدد اكيد آه الجولات مستمره لعند اسر شهداء آه لعند جرحى جيش طبعا بالاضافه لتقديم مستلزمات اللازمه من يومين كنا مع قوات المهام الخاصة لكتائب البعث مع الرفيق المقاتل وائل عمار يعني واطلعنا على المواقع اللي اخذينا فطبعا نحن كمان بشكل مستمر جولاتنا المستمرة لعند الجيش بالمناطق الساخنة انه نلبي احتياجاتهم اذا اذا بحاجة طبعا يعني ضمن الامكانيات <applause> آه بالاضافه مثلا حمل التبرع بالدم مستمرين آه ممكن ل فيما بعد يعني طبعا يصير في تسجيل مثل السنه الماضيه يعني تسجيل لاطفال شهداء بالمعاهد آه ممكن مساعدة انت هي رح تبلشوا فيها يعني كل هلا نحن بلشنا يعني انه السنه آه هي الصيف هيدا سجلنا انه آه عدد محدود طبعا آه لانه امكانياتنا محدوده لو في اكثر كان ان شاء الله السنه الجاي بيكون عدد اكبر معاهد لتاسع وبكالوريا يعني طبعا لعدد محدود بمعاهد قدمتنا حسومات بالاضافه نحن تكفلنا للمبالغ الثانيه آه للموسم الجديد طبعا بهي السنه ان شاء الله آه ان شاء الله يكون في تبرع اكبر لحتى يكون في عدد اكبر من المستفيدين من هاي التبرع حملة تبرع تياب العيد هي تنعمل بشكل رئيسي بآخر أسبوع من شهر رمضان no. ومستمرة بشكل دائم يعني طبعا أي شخص بده يتبرع بتياب بنظبطها بنكويها بنغسلها بنبعتها للمحتاجين طبعا من عناصر جيش أو أسر نازحين وهذا الموضوع مستمرين فيه بالإضافة للعمليات الجراحية طبعا mm. كمان إنه من فتره بنشوف حاله بحاجه لعمليه وبشكل مستعجل ممكن انه يتاخر فيها اذا نطر على اي جهه عامه طبعا نحن بنساعد فيها لهي الموضوع كمان نعم بالختام شو بتحب تقول عصام؟ طبعا نحن بنتوجه لاي شاب سوري قادر انه يقدم شيء لبلده ما يبخل عليه ابدا لانه ما لنا غير بلدنا الواحد اذا انتج بده ينتج لبلده من مشروع درب كمان نتمنى الخير لبلدنا بظل قيادتنا الحكيمة وبنتمنى النصر القريب اللي إن شاء الله بلشت بوادره بإذن رب العالمين ونتوجه بالشكر لكل الداعمين لمشروع درب ماديا أو معنويا طبعا معنويا كتير كتار وكتر خيرهم يعني على جميع الأحوال والنصر لسوريا واللي جاي أحلى ان شاء الله بالتاكيد يعني هيدي النظره التفاؤليه كثير مهمه أكيد وخاصه يعني بعيون شبابنا يلي طبعاً هو عم يشتغل لاجل هذا الوطن اكيد, أكيد وبهمه الشباب موجودين مثلك مثل كثير شباب اكيد شكر لكم هيدا واجبنا بدي اتشكرك محامي عصام ابراهيم متطوع بمشروعنا شكرا كثير لك ويعطيكم الف عافيه العفو يعني وكل الشكر للمتابعه مشاهدينا الى اللقاء